السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم فاتور بلوس موتو دي زاد، متخصصة في السيارات المستعملة في الجزائر. في هذا الفيديو نرى اليوم وكما العادة جبنا لكم قائمة من السيارات وكازي وطبعا مع ركام منوات مرفقة، سيارات ممتازة الأسعار تبدأ من 115 مليون وإلى 180 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم الضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تنبيه عن كل فيديو جديد. وبدون إطالة عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو نرى اليوم، فتابعونا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في قائمة اليوم وهي جولي راي كروس جي ال اني 2015. محركة السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.363 حصان، لابوت فيتاس مانويال، السيارة ماشي 127 ألف كيلومتر، لون طوموبيل نوار ولاكات غريز صافية، السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من رويبة ولاية الجزائر العاصمة، وسعر جيلي راي كروس جيال هو 115 مليون. البري راه نيغوسيابل، أبي بإمكانكم تجيبوا الطوموبيل مبلغ أقل. صاحب السيارة قبل يبرز، محرك الطوموبيل امبيكابل، السوسبونسو تاع السيارة جيدة والطوموبيل نقية. السيارة الثانية كيا بيكانتو برازيليا عن 2016. محركة البيكانتو ايسونس، قدرة المحرك 1.2 لابوت فيتاس مانويال، السيارة مشى 130700 كيلومتر، لاكات غريز صافية والطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من باب الزوار ولاية الجزائر العاصمة، وسعر الكيا بيكانتو برازيليا هو 123 مليون. البري راه نيغوسيابل، اي بإمكانكم تجيبوا الطوموبيل بمبلغ اقل. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد البيكانتو برازيليا نقية. السيارة الثالثة رونو كليو 3 نايت اند داي يعني 2012. محرك على الكليو 3 ديازل، قدرة المحرك 1.5 دي سي 86 حصان، لابود فيتاس مانويال، السيارة ماشية 135 ألف كيلومتر، لاكات غريز صافية والطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من بلجير ولاية وهران، رام سامو في هاد رونو كليو 3 نايت اند داي 160 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد الكليو 3 نقية. السيارة الرابعة رونو سيمبول اني 2017. محركة سيمبول ايسونس، قدرة المحرك 1.2 سيزفي 75 حصان، لابوت فيتاس مانويال، السيارة ماشية 175 ألف كيلومتر، لون طوموبيل غري ولاكات غريز صافية، هاد السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ألجي سونتر، رام سامو في هاد رونو سيمبول 162 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد السيمبول نقية ما فيها صبيغة. السيارة الخامسة رونو سيمبول اكسترام اني 2015. محركة سيمبول ايسونس، قدرة المحرك 1.2 سيزفي 75 حصان، لابوت فيتاس مانويال، السيارة ماشية 137 ألف كيلومتر، طوموبيل غري ارجون ولاكات غريز صافية، السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل مباشر راح ولاية الجزائر العاصمة، رام سامو فيها درونو سيمبول اكسترام 165 مليون. الطوموبيل ما فيها صبغة، محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونسو تاع السيارة جيدة. السيارة السادسة بيجو 208 اكتيف اني 2013. محركة 208 ايسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 82 حصان، لابوت فيتاس مانويال، السيارة ماشية 32 الف كيلومتر، لون طوموبيل غري ارجون ولاكات غريز صافية، هاد السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل مدال ابراهيم ولاية الجزائر العاصمة، وسعر هاد البيجو 208 اكتيف هو 178 مليون بري فيكسي. مالطوموبيل قبل يبرز، محرك السيارة امبيكابل، لاسوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، هادو سويت اكتيف
اوكي. السيارة السابعة والأخيرة معنا في فيديو اليوم هي رونو سيمبول إكسبريسيون 2012، الطوموبيل دوزيام ما، المحرك إيسونس، قدرة المحرك 1.4 75 حصان، لابوت فيتاس مانويال، السيارة ماشية 55,000 كيلومتر، لا كاتغري صافية، والطوموبيل توتوبسيون. السيارة فيها صباع فرص البار شوكافو، مع ذلك الطوموبيل نظيفة، محرك السيارة امبيكابل، وسسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. صاحب السيارة مبومرداس راه مسمو فيها درونو سيمبول اكسبريسيون 180 مليون. هذا نكون كملنا معكم كامل السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الاخير ما تنسى ديروا جيم الفيديو، دير بارتاج. ارقام الهواتف تاع صحاب هذه السيارات راهي مرفقه في صندوق الوصف اللي راه موجود اسفل الفيديو، ما عليكم سوى الضغط على عرض المزيد على عنوان الفيديو، فاذا راه امامكم صندوق الوصف فيه ارقام الهواتف. والى الملتقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى حول السيارات المستعمله في السوق الجزائريه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.